تشبع في ناس من ناس. انت سمير معقول؟ كأن مونيشا كشفته لسمير. لك شو صار؟ فهميني. انكشفنا، فشلت الخطة ستي. انكشفنا وفشلنا مرة تانية. بدي افهم ليش صار معه هيك. خلص اليوم بالذات لازم انهي هذا الزواج ستي، يا انا يا هي. ايه بنتي، بس كيف؟ ما بعرف، بس قولي. لحظة وبرجع. لوين رايحة؟ استني. هيك لك، هاي هي خطتكم السخيفة يلي عملتوها لتوقعوني. انتو ما عندكم مشاعر بنوب، لعبتوا بعواطفي على كيفكم، لقوا أسأتوا لشخص ميت كمان. كيف بتعملوا هيك؟ بشو كنتوا عم تفكروا؟ جاوبوني لا تضلوا ساكتين. احكوا. ها؟ وانت اللي مانك خجلان من حالك يعني؟ على فكرة أنت أسوأ إنسان شفته بحياتي، بتعرف هالشي؟ أنا هلأ بكرهك كتير سمير. كاران إذا تقرب مني عن جد أو ما تقرب، أنتوا الاثنين صرتوا بتعرفوا إذا كان كاران عمل معي هيك بالحقيقة أو لا. ما عمل. ما بقى في داعي احكي اكثر من يلي حكيته هلا. انت عم بتحاول انه تهرب من قصه الزواج هاد، بس اكيد انه نحن رح نتزوج. على فكره بظن انه السبب الاساسي لزواجنا معروف كثير منيح بالنسبه لإلي ولإلك ولإلكم كمان كلياتكم. بما انه تصرفتوا بهالطريقه بدي إلكم شغله هلا. العرس رح يكمل حتى لو انت ما بدك تكمله. ولازم نتزوج. وكمان في شغلة تانية، إذا بتحاول تتراجع عن العرس للسمرة كمان صدقني وقتها رح تشوف شو ممكن أعمل. وأوعك بقى تحكي عن الثقة بحياتك، لأنه أنا كل مرة برجع بوثق فيك وبتخزلني بأسوأ أكتر من المرة يلي قبلها. وهلأ خليني أشوف مين بيقدر يوقف العرس. وأنا حذرتك، أوعك تعمل شي يضرني أبداً. يلا تعال. روحي، ما راح اتزوجك، اعملي شو ما بدك. قلت لي شو ما بدي؟ لكن اقرا الجرايد شو راح ينكتب فيها. النجم كاران لوترا خدع مونيشا شارما المسكينه وتراجع عن مراسم زواجه منها.
وفريق الكريكت يلي شايف حاله فيك رح يضطر يتخلى عنك، وكمان كل معجباتك رح يبلشوا يحكوا عليك وعن مبادئك يا محترم ورح تتضايق. لهيك أنسي بريتا أورورا، قولي لكاران لوترا يتزوجني وبلا تأخير. أكتر من هيك عم أحكي مشانه، وخليه يتذكر إنه هو النجم الكبير. لا شو عملت كريستي؟ انت شو عملتي؟ احكي شو عملتي؟ انت شو عملتي شريستي؟ نحن ما كان عنا خيار تاني، هذا كان الخيار الوحيد. مونيشا من ساعة طلعت لفوق وما عاد نزلت، يمكن تكون هلأ بغرفة العريس. تعي معي خلينا نشوف وين. لا يلا، ما رح تلاقوها بغرفة العروس، أنا شفتها رايحة على غرفة كاران. تعي يلا. اسمع بيلا، خليك هادي شوي وإلا رح أتركك تموت بهالصندوق، فهمت؟ خليك ساكت. خلص بيلا سكوت، أنا قلت لك تضل ساكت، أوعك تعمل ضجة وإلا رح أقتلك وما رح خليك تعيش نهار زيادة، وإذا عملت أي صوت ما في حدا رح يسأل عنك ولا حدا بده يعرف وين أنت اختفيت، لأنه ما حدا بيعرف بوجودك. عمل مثل ما عم قلك، عم تفهم علي؟ ما بدي اسمع منك صوت. بيلا أنا رح طالعك من هون وبعدها أنت حر، فيك تحكي شو ما بدك، فيك تعيط وتقوس وتنط أو ترقص حتى مثل ما أنت بتحب، بس لوقتها أوعك تعمل شيء إذا مو حابب تموت. بس بدي أعرف مين سمح لهي المرأة إنه تطلع؟ على مين عم تدور هلأ يا ترى؟ شو عم تعمل؟ معقول تكون ذاكرتها رجعت له؟ بتكون طلعت مصيبة جديدة إذا رجعت له؟ لا ما بتوقع. يلا بريتفي روح قبل ما تشوفك. مونيشا كأنه ماتت البنت. ما لوين أخذتيني؟ ليش متوترة؟ مونيشا ماتت. ماتت؟ من وطي صوتك لحدا يسمعنا، أنا شفت كل شي بعيوني. كيف شفتيها؟ ومين اللي قتلها؟ شريستي قتلتها؟ ايه. اجت وهي عم تركض من عند الباب، وبعدين طلعت إبرة صغيرة وغزتها بقوة برقبتها لمونيشا وغابت عن الوعي. عمالك شوي. هلأ نحنا ما منعرف إذا هي عايشة ولا ميتة. شريستي بقصد أكيد هي عايشة، لأن ما أنا شخص بيموت بسرعة، بعدين أنا عطيتها إبرة واحدة بس. طيب شو كان فيها هاي الإبرة؟ قولي. إيه؟ كان فيها دواء للاعتراف. شو؟ ها؟ عن أي دواء أنت عم تحكي شريستي؟ شريستي أنت شو عم... عفوا جيريش؟
انت شو عم تعمل؟ شو جابك لهون؟ انا جيريش، هي منيحه ليش عم تطلع فيها هيك؟ ما تحكي ولا حرف لحدا ابدا، ماشي؟ روح جيب مي رح تصير منيحه، بس تشرب شويه مي. روح. حاضر، رايح فورا. وشو رح نعمل هلا؟ ما بعرف، اكيد الشرطه رح تجي وتاخذ شريستي. تعبت كثير هديك المره اللي طالعتها، هالمره مو سهله. انا بتوقع انه هالمره رح يحكموا عليها بالموت. لا مو هيك، لا حبس ولا موت. ليش؟ تخلصوا من جثه مونيشا ورموها لبرا؟ لا مو هيك، لساتها عايشه، هي بس غابت عن الوعي. سيد ريشاب رح يشربها مي وانا رايح لاعطيها. كثير منيح انه ما ماتت، بس عن جد رح تموت الكل قبل ما تموت. هي ما رح تموت بسهوله، قررها ما تفارقنا كلنا بنوب. ما هيش، انا كثير مبسوطه اليوم، عن جد فرحانه كثير. شو هو اللي مخلي الست لوترا فرحانه؟ انا بعرف انه مانن مبسوطين من هالعرس، بس ليش فرحانه؟ لازم تكون زعلانه هلا، معناها اكيد في شيء عم يصير. انت خبرتنا اخبار كثير حلوه جريش، انا بحبك. شكرا مدام. حاضر. منيح انها ما ماتت وفقدت الوعي وبس. نحن لازم ندير بالنا وننتبه منيح. جريش، قلي شو هاد يا جريش؟ شو هالأناقة اليوم؟ وكأنه مبسوط؟ بتعرف شو القصة؟ ليش الكل هون فرحانين؟ لأنه مدام مونيشا. قلي شبه المدام مونيشا؟ يلا احكي. ما تحكي ولا حرف لحدا أبدا، ماشي؟ روح جيب مي رح تصير منيحة. ولا شي، أنا بس كنت عم بقول إنه عرسها لمونيشا اليوم، لهيك الكل فرحان، أنت فرحان وأنا فرحان والكل مبسوط. قلت لي الكل فرحان ومبسوط، أنت مانك عارفان شو اللي عم يصير حواليك. أنا بعرف كل شي عم يصير، أنا بريتني ملهوترة، وشغلة الكذب واللف والدوران هي كلها ملعبي أنا وبس. ما حدا مبسوط بهالعرس والكل زعلانين، في شي تاني غير هي القصة والكل مخبي علي. بس مو مشكلة، خلص أنا بعدين بعرفها. هلأ بالنسبة لي أهم شي روح واتخلص من هداك بلا. مونيشا وكارام ما لازم يتزوجوا أبدا. إيه. بس العرس رح يصير ونحن ما قدرنا نلاقي حل. إيه. مرة سمعت إنه إذا ضلينا عم نقول الأمنية يلي بدنا إياها ممكن تصير حقيقة. إيه. لهيك رح ضل عيد وكرر إنه مونيشا ما لازم تتزوج كارام. بس بصراحة يا أمي نحن ما قدرنا نعمل أي شي لهلأ. صح. بدي منك تضلي عم بتقولي بتمنى ما يتزوجوا وما يتزوجوا. أنت معك حق، بتمنى من قلبي إنه ما يتزوجوا. إيه. خلينا نروح. يلا يلا. شو صاير معك يا بيلا؟ انت عن جد كتير حباب وكتير شطور كمان، ما طلعت ولا صوت؟ ما كنت بعرف انك حباب ومطيع وبريء وبتسمع كلمة الكبار، وكمان طلعت بتسمع كلمة معلمك. انت حتى ما نطقت ولا بحرف واحد. شو حلو هالحكي. حزير مين رح يكافئك على هالتصرف؟ انا بريتفي مالهوترا. معقول يكون مات؟ أنا سكرت عليه وخليته جوا. معقول يكون خلص الأكسجين عنده وما عاد قدر يتنفس أبداً؟ لا لا مو معقول، بيلا زلمة وما بيموت بهالسرعة هي. هو بيقتل 100 واحد وبعدين بيرجع بيقتل 100 واحد تانين غيرهم لحتى يموت. ليش ساكت هالسكتة اللي كان؟ آه صحيح، تذكرت شغلة. بيلا يا مزعج، بيلا شو هاد؟ يلا عيط بوشي لشوف. يلا يا بيلا. كتير منيح انت دقيت بالوقت الصح يا بيلا، لانه كنت مالل وعم بلش احكي مع حالي، والشي الوحيد يلي بيسلي هلا هو اني بدي اشوف منظرك يا تافه. Ha 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 ha!
شبك يا بيلا؟ ليش عم تعمل هيك؟ جنيت يعني؟ أنا بعرف، أنت مانك مبسوط بوضعك هون وإنه المكان صغير عليك ومو مكفيك، مو هيك يا بيلا؟ شو رأيك نغيره؟ بيلا؟ شوف قديشني منيح وعم دللك دلال، بحياتك ما شفت مثله من قبل، ماشي؟ تعا، يلا بيلا يلا، إذا عملت ضجة ما في مشكلة، لأنه معي دواء منيح وكثير فعال. شوفوا ليكو، هاد هو. كل واحد بيحاول يلعب مع بريد في مالهوترا، تعرف شو ممكن أعمل فيه؟ وحتى كيف ممكن إني أعاقبه؟ رح يلاقي نفس المصير اللي أنت عم تواجهه. هيك لازم تضل عطول ساكت. تعا خليني ساعدك لحتى تنتقل على مكانك الجديد. يلا قوم معي. مشي الحال يا بيلا وخلصنا، واخيرا هلا رحت من طريقي يا مجنون وارتحت منك، وهلا صار فيني انبسط بالعرس بلا مشاكل. كتير حاسس حالي اني مرتاح. حلو كتير بريد في مالهوترا، ممتاز كتير. يلا استعجل بسرعه. تفضل يلا بسرعه. لك ما عم تفيق يا مجنونة، الطريقة اللي عطيتيها الإبرة فيها بدها على القليلة شي ربع ساعة لتصحى وتقدر ترجع تستعيد وعيها مرة تانية. شو بكي شريستي، انت كيف هيك بتعطيها الإبرة؟ إيه ما تواخذيني، أنا ما بعرف أعطي الإبرة أبداً، انت الدكتورة وبتعرفي أكتر، بس أنا حاولت وعملت كل جهدي لحتى تزبط وما أزيها. ليش عم تخانقيني؟ ممكن تسكتي لأنه أصلاً ما عطيتيها إبرة، انت مثل كأنه تعنطيها بالإبرة، فهمتي؟ صحيح تذكرت، انت من وين جبتي الدواء يلي قلتي عليه؟ وين لقيتي؟ احكي لشوف. ليكي اختي صح انا ماني دكتوره مثلك، بس بعرف منيح كيف ممكن لاقي هيك ادويه، وكمان ما كانت شغله سهله اني اقدر اجيب هذا الدواء. منيح انه هيك توفقت وقدرت اجيبه لك اختي. ومين كتب لك الوصفه لهذا الدواء اللي مو مسموح انه ينباع؟ اسفه ريشاب، ما بقدر اقول لك عن اسمه. يا جماعه ليش عم تسالوا كل هالاسئله هدول؟ هي الوحيده اللي سيطرت على منيشه بطريقتها، وانتم قاعدين عم تبهدلوها وتخانقوها. خلصنا بقى يا جماعه، شو صار لكم؟ اهدوا شوي، طولوا بالكم عليها، هي حبت تساعد وغلطت واعترفت بغلطها، ما في داعي تخانقوها. شكرا لك كاران، سمعتي شو قالك؟ انا صغيره ومهضومه وبريئه وبكفي اني اعترفت بغلطي، لهيك بكفي تخانقيني كل الوقت لانه هون العالم كله بتحب. طيب خلص اسكتي، نتحاسب بالبيت. شو رح تساوي؟ اكيد ما رح اضربك، شو بكي خفتي؟ رح اعلمك الطريقه الصحيحه لتعطي الابره. اختي معقول لسه في عندك امل اتعلم؟ ايه اكيد، انتي لازم تتعلمي، لازم تعرفي كيف تعطي ابره لشي حدا اذا صار شي ضروري. بريد تخلص لو سمحتي. حاضر رح تعلميني بالبيت، ماشي؟ لك عم تلعبي بالموبايل وانا عم حاكيكي. انتي قلتي لترجع تفيق بدها ربع ساعه، لهيك كنت عم شوف الوقت. شبك اختي ربع ساعه بس، صدقيني بس ربع ساعه. خالتي ليكا من هون، بعرف انه غرفه كاران بهي الجهه. ما كان في داعي انه تروح مونيشا تزور كاران بغرفته قبل العرس. ما عم ترد على التليفون؟ استني علي، رح سمعها كلام ما يعجبها أبدا. بريتا شريستي كان معها حق، قلتي إنه بعد ربع ساعة بتفيق، بس صار الوقت ومونيشا ما فاقت، خايفة إنه تكون ماتت أو تأذت أو شي. ليش قديش صار ماضي وقت؟ خلص سمير شبك، لازم من 30 ثانية. ليكي كريتيكا. شو؟ كريتيكا سكتي ريشا، بس حاول تفهم الوضع، تأخرت ولهلأ ما فاقت. ليكو عم تفيق؟ مونيشا عم تفيق؟ لا تعملوا ضجة شريستي، هلأ رح تحكي الحقيقة؟ ايه متأكدة اختي، انا عطيتها ابرة مليانة من دواء الاعتراف. كاران خليني وقف بدالك لو سمحت. يلا مونيشا، الو، رح تحكي الحقيقة هلأ، رح تقوليها كلها. شو؟ اها شفتها؟
هي كانت مجرد محاولة عم تتمتم، اسمعوها لما تحكي الحقيقة. هي مونيشا، مونيشا قولي ريدفيك رفيقك شي؟ مونيشا انت كنتي بتحبي ريدفيك؟ منيح جاوبت. قالت ايه عن جد. لكن بعد لي شوي كاران. مونيشا انتي انتي بتحبي كاران لوترا؟ احكي لشوف. مو جاوبيني، بتحبي كاران لوترا؟ يلا احكي. مو هيك بريتا؟ بريتا شو بدك بهي الاسئله؟ اساليها سؤال مهم. شو هالسؤال هذا؟ صدقني ما في اهم من هذا السؤال هلا. لحظه شوي بريتا. مونيشا انت بتحبي كاران لوترا؟ جاوبي يلا. طبعا اكيد. انا بقصد انه الكل بيحب كاران لوترا. لا ماشي. هلا معناته بلشت تحكي لنا الحقيقه. شريستي يلا سجلي فيديو. ليكو لسه في سؤال مهم. مونيشا انت اليوم رح تتزوجي كاران لوترا، ليش بدك تتزوجي وانت ما بتحبي كا مشان انتقم. كيف تنتقمي؟ انت رح تتزوجي كاران مشان تنتقمي منه؟ كاران بعد لي شوي. مونيشا مونيشا كاران تقرب منك بالحفلة؟ مونيشا مونيشا احكي، كاران حاول يتقرب منك بالحفلة؟ ماي احكي. قولي شو عن جد حاول انه يتقرب منك؟ يلا احكي مونيشا. شبكون وطوا صواتكون، ما عم نقدر نفهم شو عم تحكي مع انه منعرف الحقيقة. كيف الباقي رح يفهموا الفيديو بكرة؟ طيب طيب لحظة شوي. مونيشا كاران تقرب منك من قبل شي؟ كاران ما لا مونيشا حبيبتي افتحي الباب. لو سمحتي افتحي الباب مونيشا. أنا بعرف إنك جوا ومتوترة. أنا بعرف إنه عائلة لوترا سببت لك كتير مشاكل. مو مو وقته مونيشا حبيبتي. لا تطلع. نعرف إنه طفوا الأضوية عن قصد. أنا هون معك ورح ساعدك بكل شي. ما رح أخلي حدا بالكون يقرب عليكي. مونيشا أنا مشغول بالي عليكي. حبيبتي أنتي منيحة؟ طمنيني عني. مونيشا اسمعيني، إذا هلأ ما فتحتي الباب رح خليهم يكسروا الباب، فهمتي؟ شو نعمل؟ روكي فيكي يلا افتحوا. مونيشا شو لازم نعمل؟ مو معقول يفوتوا لعنا هلا. هنن اذا فاتوا فرح تفشل خطتنا بانه نخلي مونيشا تعترف بالحقيقه وتحكي كل اللي عندها، وخصوصا انه كل الخطط اللي قبل فشلت. يعني مو معقول بعد ما وصلنا لهون يصير معنا هيك. مونيشا بتقدر تحكي لنا كل الحقيقه وتقلنا كمان مين ورا هالمشاكل؟ يلا انت كملي. بس شبك مالك سامعه كيف عم يحاولوا يكسروا الباب ويفتحوا؟ يلا روحي بسرعه وقفيهم. ماما لو سمحتي تركيني لحالي ولا تحاولوا تكسروا الباب لأنه كتير غالي. لك شو هالحكي السخيف اللي عم تقوله؟ شو؟ شو عم تحكي؟ ما بيهمني الباب الغالي ولا بيهمني شي. شبكي بنتي شو عم بيصير معك؟ مونيشا افتحي الباب لو سمحتي، أنا كتير خايفة عليكي. يلا لشوف افتحي لي الباب. يلا بقى مونيشا اسمعيني، أنا ما رح أروح من هون لا تفتحي الباب. افتحي وخلصينا. شو لازم نعمل؟ وأنا شو بيعرفني؟ عندي فكرة. كاران بينزل وبيكمل المراسم مع بريتا. ايه لا 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 ليش لا؟ اصلا هي الفكره كتير حلوه. شو عم تحكي انت كاران؟ ما طول بالك ما بصير. لك شو صار لك انت جنيتي؟ شو هالفكره البلا طعمه هي؟ بريتا بريتا اسمعيني شوي، روحي عادي وكأنك العروس. لا 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 مستحيل هالشي، ما بقدر أعمل هيك. شو بدك أمك تقتلني؟ لك بريتا ما تخافي،
نحن منحكي لأمي بعدين، بس أنت لازم تعدي جنبه. شبك ما عم تفهمي علي؟ اسمعي شوي، أنت مطلوب منك بس تعملي حالك عروس وابقي تحت شوي لبين ما نخبرك، ونحن هون رح نحاول نخلي مونيشا تحكي وتعترف بالحقيقة. يعني بس لنسجل الفيديو وننزل لتحت وتشوفينا فيك توقفي كل المراسم. شفتي شو سهلة هالقصة؟ أنت بس عليكي إنه تعدي جنبه وما تعملي أي شيء تاني. أختي مو صحيح، لا شريستي ما بيصير، هاي مخاطرة كبيرة. لك شبك ما أنا مخاطرة، هاي خطة شريستي وأكيد رح تكون ناجحة. يلا مونيشا، مونيشا لو سمحت افتح الباب. مونيشا إذا ما فتحتي الباب رح أنزل لتحت وأطلب من المحقق يجي يكسر الباب ويفتحه. سمعتيني شو قلت لك مونيشا؟ ماما بس 10 دقايق، أعطيني 10 دقايق بعد إذنك. وليش بدك العشر دقايق؟ لأنه بدي زبط فستاني شوي. طيب ماشي، لا تتأخري لأنه أنا اللي رح نزلك لتحت. ماشي بنتي؟ شكراً إليك، بحبك. روحي. شو لوين رح تاخدوها انتو؟ قلولي شو عم تعملوا؟ شريستي شو عم تعملوا؟ لوين اخدينا؟ تقيله كتير ما عم بقدر شيلها. شريستي على شو ناوية؟ لوين رايحة حصنا؟ اذا انتي اخدتي على الباب ما بتنحل المشكلة هيك بنوع؟ يعني شو فينا نعمل غير هيك؟ اما واقفة على الباب بدك تشوفنا؟ ايه بس سمير قال لها انه رح تكون تحت بعد 10 دقايق، ليش عم تاخدوها لجوا؟ فهموني لك، بلكي صار لها شيء جوا. عم اهلك كريتيكا. كريتيكا فاتت معهم لجوا كمان مثل المجنونة، بتطلبي منهم يفهمونها. ممتاز اللي عملناه، ممتاز. أنا مالك بريتا، خلينا فستان العروس جوا مشان تروحي تلبسي. تعي يلا. لك تعي. لك لوين أخذتي؟ راجعي مثل حالك، كل الأمور تحت السيطرة، كله تمام. وأخيراً أنا هيك رح كون بأمان اليوم. إيه بأمان، بس شو بدي أقول لك كاران، بأي لحظة بتحس إنه في أي غلط أو تأخرنا وأنت خلص رح تتزوج وما ضل وقت وما قدرنا نعمل أي شيء، بتقوم وبتوقف كل المراسم. إيه لا تنسى حالك أبداً. ها لك أنت شو عم تقول؟ قالوا لك عني إني مجنون؟ إيه مجنون. وإذا ما عرفتوا الحقيقة بتزوج وخلص. عن جد أنا بقصد بريتا أحسن من مونيشا مو هيك؟ لك أنت جنيت يا مجنون، هذا اللي عم قلك يا أنت، ما لازم تتزوج، ما لازم تتزوج. شو؟ ليش هيك عم تطلع معانك مضطر؟ ما اقتنعت معي أبدا، لبستها بالقوة وجرحتني وبعدتني عنها. ليك وشعري كيف صار، نكشتني نكش شي بعطلة. اختي لك وين؟ مين؟ دكتورة بريتا أورورا. أوه لك هي أنت؟ الحقيقة البنت السخيفة طالعة كتير غريبة بهالتياب، هي طالعة كتير حلوة لهيك تلبكت. إيه؟ كاران انسى هلأ واحملها لعروستك الحلوة ونزولوا لتحت. خود بقى. أنا كنت بقصد نزلها لتحت، تعرفوا أهل مونيشا ناطرين برا ورح يكسروا الباب بعد شوي. لحظة بس، معك 10 دقايق، بس 10 دقايق وخلصي هالفيديو، لأنه بعد 10 دقايق رح وقف كل هاي التفاهة، فهمتي؟ شريستي ايه؟ موضوع الزواج مانو مسحة بالمرة، وانت بتعرفي ليش هيك عم بعمل، بس لأنه في حياة شخص بخطر وما في شيء أهم من حياة أي إنسان، بس بتعرفي إنه ماني موافقة على هذا التصرف، فلو سمحتي 10 دقايق، بس 10 دقايق، استوعبتي؟ ماشي بريتا، بس بدي أسألك، بلكي ما عرفنا الحقيقة بهالوقت وتزوجتي.
لا أكيد ما رح أتزوج، بعد 10 دقايق بالضبط رح أقوم، مستحيل إنه بلكي تزوجتي بهالوقت. ليش هيك عم تطلع؟ بقصد قول إنه مين ما كان رح تتزوج، إن كانت مونيشا أو حتى بريتا، بالنهاية أنت رح تتزوج وأنا تعهدت إنه ما رح أسمح لهالزواج يصير. أنا رح قلك، أنا رح أنزل لتحت مع بريتا، أعطيني تيابك. يلا شلون أنا رح ألبس السلاح. أنا بعرف كتير منيح إنك بتحبني وبدك تحميني، بس اسمعني شوي أخي، هذا عرسي يلي عم يصير، إيه؟ ماشي؟ هي رح تخبي وشها بالشال، بس أنت شو رح تعمل؟ الكل رح يشوفك، لهيك أنا لازم أنزل، ماشي؟ يلا استنوا شوي، أنتوا عن جد رايحين؟ قصدي يعني متأكد إنه هالتصرف صح؟ إيه طبعاً، أنا هيك مطمن شوي، إيه؟ امشي امشي قدامي، أنا لازم حط الشال. ممتاز كتير، كل مرة بثبت قديشني واحد ذكي. الأمور هلأ ممتازة، ضل بس تتحقق أمنيتي وهالتنين يتزوجوا بقى. وهلأ فينا نبلش بالمراسم؟ ايه طبعاً فيك تبلش، ليش لنستنى؟ هلأ بترجع بتطلع وما حدا بيعرف قديش بتغيب. بتمنى الخير والصحة والسعادة لعرساننا الحلوين، وبتمنى أنه يكملوا حياتهم سوا. شو قالت؟ سمير قال بصوت مونيشا إنه هي كانت معي بالغرفة، أنا وياها لحالنا، يعني ما بصير نقعد مع بعضنا قبل العرس. فهمتي قصدي صح؟ كارينا، ليش كاران عم يبتسم؟ معقول يكون جن؟ أنا ما عم بقدر أفهم على مونيشا بالمرة، هي بتعرف إنه نحن عملنا حيلة رفيقة ردفيك وكشفتنا ولسه بدها تكفي المراسم. بتعرفي ماما، مونيشا هي عم تخطط لشي كبير أكيد. هي البنت عم تجيب المشاكل لحالها. ايه مزبوط، معك حق. مونيشا مونيشا يلا جاوبينا، مونيشا مونيشا شوفي. يلا جاوبي على أسئلتنا، ليش عم بتعيدي الكلام هيك؟ وقفي شوي، بعد شبها. مونيشا بتعرفي مين أنا؟ عرفتيني؟ اطلعي فيني، يلا يلا اطلعي فيني وقولي لي مين انا. ريشاب. اه ايه مزبوط، حلو كتير حلو. وهلا قولي لي شو اسمه اللي خطط لكل شيء، مين يلي دبر لكل شيء مونيشا؟ يلا قولي احكي. انا بعرفه. ايه ايه قولي لي مين هو. اعرفه. ايه بعرفه. مد ايدك اذا بتريد بنتي، حطي ايدك على ايد العريس لشوف. لكم حياة سعيدة. يلا يا بنت، أتمنى لكم حياة سعيدة. ألف مبروك، هاي أول قسم من المراسم اكتمل. لا مو معقول، رح تخلص كل المراسم هيك. خلص مو مشكلة، ما تاكلي هم، يلا. كيف؟ مونيشا، يلا. Thank you.
بنتي خدي الطاقة. لا، ما عاد فيني اتحمل هي البنت ابدا. كل واحد فينا عمل يلي عليه، وهلا صار دوري. رح روح لعند مونيشا وشيل الشال عن وشها وطلعها برا هالمكان واخلص منها. انت عم تخططي لشي؟ خالتي جانكي، انت ليش زعلانه اذا تزوجوا؟ لا تقفي بوش هالزواج، ليكي قديش مبسوطين صح؟ بعدين اذا بتعملي اي تصرف غلط هلا رح توقعي بمشكله كبيره. هاي البنت خطيره ومو سهله، واذا عملتي اي شيء رح تخرب لك بيتك بلحظه واحده، واكيد وقتها بتكون عيله لوترا صارت بوضع صعب كتير. ولهيك شو بدك فيها؟ ماشي يا خالتي جانكي؟ إيه؟ لك طيب إذا بتعرفي قولينا يلا. إيه مونيشا، قولي قولي شو بتعرفي، خلينا نفهم شو عم يصير بقى ونعرف مين هو سبب كل هالمشاكل. قولي قولي يلا، اطلعي لهون وقولي لشوف. بدك تعرف مينه؟ إيه إيه قولي قولي. هو مفكر حاله فهمان وذكي كتير، مانو أذكى مني. أنا أذكى. إيه إيه أنت أذكى، بس قولي لي مين هو، شو اسمه؟ ريشارد أنت ليش عم تسأل عن هداك الشخص؟ شو بيهمك؟ خلص بتاخد منا المعلومة بعدين. سألها إذا كاران حاول يتعرض له وتقرب منها، خليها تعترف بالتهم اللي لفقتها لكاران وخلصنا منها بقى. طيب لحظة، مين اللي طلب منك تورطي كاران بهديك القضية؟ قولي شو اللي صار بالضبط. ريشاب انت ليش مصر انك تعرف اسم هداك الشخص؟ شو صار لك؟ لازم تسأل عن التهمة وبس، خليها هي تقلك ايه ولا لا. هي مانا بوعية هلأ لحتى تعطيك المعلومات اللي عم تطلبها منها، خلي سقف الجواب تبعها ايه ولا لا. بعد تعي تعي يلا تعي اسأليها. مونيشا مونيشا اسمعي ليكي، انت اللي ورطتي كاران بتهمة بشعة هو ما قاله دخل فيها، ايه ولا لا؟ بتمنى هذا الزواج يتم على خير وتتوفقوا بكل الايام الجاية وتكونوا سند لبعض كل الاوقات. لو سمحتوا وقفوا مشان الوعود. مونيشا بنتي وقفي مشان الوعود. الوعود؟ لا لا ما بيصير، انا مخطوبة وهلا كيف بدي اخلص من هالموضوع؟ كل هالخطة غلط بغلط. فتحي عيونك مونيشا. مونيشا مونيشا الوقت عم يهرب منا وكاران رح يتزوج بنتنا. احكي وخلصينا ايه ولا لا. يلا مونيشا يلا يلا مونيشا. مونيشا بنتي يلا قومي. مونيشا يلا قومي. لا ما بدي قوم. يلا امشي. ليك اطلعي ما رح تعمل الوعود، يمكن غيرت رأيها بالموضوع. شوفي بنتي يلا بلشوا الوعود. بعتقد انه صاير شي مضايقة، رح شوف شبهها. شو صار؟ يلا الكل عيونهم عليكي. لا ما بدي كمل هالخطة. ليش لا؟
الكل هون ناطر، مو معقول. قال مو معقول، قال رح تخلص المراسم. لا، هالزواج ما رح يصير. اسمعيني، بعد شوي اعملي حالك وقعتي على أساس انك غميتي. ايه موافقة. شو بنتي؟ شو صار؟ شو صار لك؟ البنت دق نفسها، رفعوا لها عنوشها لتصحى. للحظة، يمكن هي تعبانة. خلص اهدي، أنا رح روح على الغرفة وأخذها لأشوف شو صار معها، وبس ترتاح منرجع دغري. إيه؟ أول ما ترتاح منرجع، ما تخافوا من شي. إيه؟ إيه، قوموا لنساعده. لا 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 لا، أنا رح أخذها لحالي، أنت خليكي ما تاكلي هم شي. يلا على مهلك علي مونيشا. خلص أنا بأخذها، يلا. شو عم يصير معها هيك؟ ليكي كاران شو بيحبها لبنتي مونيشا، ما شفتوا؟ يمكن هو كان قلقان عليها كتير. شفتوا كيف حملها بإيديه وأخذها لفوق؟ بظن إنه لازم ننسى كل اللي عملوه لهلا. لما ترتاح وترجع فينا نكمل من جديد. فهميني شو صار لك وكنتي عم تعملي تحت. انتي وعدتيني انه اخلص من هذا الزواج، شو صار معك؟ اي معك حق، بس ما قلت لك اني رح اتزوجك لحتى تخلص منه. انتي جنيتي، مين قال اني بدي اتزوجك؟ والوعود واللي كان عم يصير تحت لك، انت كنت متحمس كتير وشدتني من ايدي لحتى اقوم وكملهم. اي صح، كان بدي، بس انا ما جبرتك، واضح؟ ها؟ كان بدي انه نكمل بالقصة، وقبل ما تكمل كل المراسم بيكونوا عرفوا شي دليل واجوا لحتى ينقذوني منك ومن مونيشا. طيب وبلكي كانوا لسه ما عرفوا. لازم نطمن عليها. كاران أكيد أخذها على الغرفة. هي أملا مونيشا، تعي. لا تقلق، أنا بزبط كل الأمور. تعي. ماشي. امشي، خلينا نروح مشان نتفقد وضعها لمونيشا. مرق وقت، يمكن تكون اعترفت بالحقيقة.